واجمع كلمتنا وثبت أقدامنا وارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم ارحم شهداءنا اللهم داوي جرحانا اللهم داوي جرحانا اللهم فك أسرانا اللهم فك أسرانا اللهم فرج عن المعتقلين من ثوارنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أتم علينا نعمتك بنصر ثورتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ووحدتنا وثورتنا بسوء وشر اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره في دماره يا الله اللهم من كادنا فكده اللهم من كادنا فكده اللهم من مكر بنا فامكر به اللهم من مكر بنا فامكر به اللهم من مكر بنا فامكر به وأنت خير الماكرين اللهم فرق جمعه اللهم شمشد شمله اللهم اجعل تدبيره فيه دماره يا الله اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك فلا تردنا خائبين نعتمد بك ونستغفر بك وأنت خير الناصرين إليك الملجأ وعليك التوكل وإليك المآب صل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.